السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي صفحة وقناة ديجيتال العقارية على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، أهلا وسهلا بكم. النهاردة احنا في كومباوند هيئة مستشاري قضاء الدولة بحي الواحة مدينة نصر. كنا صورنا أكتر من فيديو من الكومباوند ده وشرحناه بالتفصيل. النهاردة معانا شقة 149 متر في الدور الثامن، الفيو بتاعها مفتوح من الريسبشن وغرفة النوم، بيشوف لحد التجمع، طبعا بيبص ناحية الجبل الأول. هنشوف دلوقتي الفيو عامل ازاي. احنا دخلنا من مدخل الشقه وقدامنا كان في الريسبشن قطعتين، ودي البلكونه، وده الفيو اللي بكلمكم عنه، هو بيبص على الجبل ده. اعتقدش ان الجبل ده هيستمر فتره طويله، اعتقد ان في اخبار مغرقه السوق ان معمار المرشدي ومجموعه الفطيم اشترت جزء كبير من المنطقه الفاضيه دي، وده كان الفيو على التجمع الخامس. دي كانت بلكونه الريسبشن. نرجع مره تانية للريسبشن، طبعا قطعات الالومتال في الشقه بالكامل راكبه، وباب شقه مصفح. ده الريسبشن، قطعتين مستريحين. وهنشوف المطبخ مع بعض دلوقتي، ده مطبخ الشقه، ممكن طبعا نفتحه امريكان كيتشن. تقريبا 3 متر في 2 متر. الكتفين اللي على اليمين وعلى الشمال دول حيطان ممكن يتشالوا بكل بساطة. دي القطعة التانية من الريسبشن، وبرده الشباك ده بيبص على نفس الفيو. نروح لمنطقة غرف النوم والحمامات. احنا عندنا 3 غرفة نوم، منهم واحدة ماستر روم فيها بلكونة وحمام. دي غرفة النوم الأولانية، الغرفة دي فيها بلكونة كبيرة برده وشباك بيبص على نفس المنظر، نفس الفيو اللي باين قدامنا دلوقتي. ده محور المشير محمد علي فهمي اللي بيوصل بين المحكمة العسكرية في الحي العاشر ومحور المشير طنطاوي والتجمع. دي بلكونة غرفة النوم، وده الفيو منها. طبعا الشقة بتبقى واخدة كورنر العمارة، فليها زاويتين او وجهتين. نروح لغرفة النوم التانية، دي تقريبا بتبقى الغرف هنا، دي مشكلة الكومباوند ده ان الغرف مساحتها مش كبيرة، يعني 3.5 في 3.5 او 3 متر 60 في 3 متر 60، برضه واخده جزء من الفيو. وده الفيو التاني داخل الكومباوند. ما نقدرش نقول هو كومباوند بالمعنى المفهوم، هو مجموعة عمارات 12 عمارة وحواليهم سور، وفي دورين جراشات تحت الأرض. ودي غرفة النوم الماستر روم، برضه زي ما انتم شايفين مساحة الغرفة مش كبيرة، بس الغرفة دي معاها حمام، مساحة الحمام بتاعها كويسة جدا، ومعاها برضه بلكونة هنشوفها دلوقتي. وهنروح دلوقتي نشوف الحمام الرئيسي للشقة. دي كانت شقة 149 متر في كومباوند هيئة مستشاري قضايا الدولة في الدور الثامن، الفيو بتاعها مفتوح زي ما شفنا. دي سعرها 800,000 جنيه بالتقسيط على سنتين، مقدم 400,000 وال 400,000 التانيين على سنتين. كنت معاكم مهندس رشدي سلمان من شركة ديجيتال العقارية، بتمنى لكم الخير كله واشوفكم على خير بإذن الله. السلام عليكم.